سؤال وهي بس قبل ما نسأل سؤال زي ده المفروض نفهم الأول عقلية الناس اللي بتطور وبتغذي الفكرة. ساعدنا بيها دي حاجة كده كنا بنفرح بيها العيال في العيد. عقل الجمع المصري بالتالي بيبتدي ينسج شخصيات من الخيال. عمو سعد عمره ما كان خيال، أنا فاكره كويس جدا. يعيدها ويزيدها ويحكيها ويعملها لغاية ما بتبقى تقريبا بالنسبة لهم رياليتي. أبو رجل مسلوخة. عمو حزومبا أنا فاكر مرة اداني عادية 7 جنيه حتة واحدة وهو نازل خدها معاه. جبتوها أنا سكايد إتشيبان من مرة كانتوني على المصر. غير صحيح بالمرة ما يتم تداوله عن المدعو سعد نبيها. كنت لما أسأل بابا وأقول له هو عمو سعد نبيها ما بيجيش ليه؟ مش هو اللي بيخليها يا بابا ولا إيه؟ أنا سعد نبيها، الدكتور سعد نبيها، خطأ لغوي فادح، مجرد تشابه اسمه. كل تلك الآراء أنا رصدتها في كتابي. تعرف سعد نبيها؟ أيوة عشرته. لا تبقى ما تعرف مش مهم. أنا بس أنت بنت. كان يجب التأكيد على المد في نطق حرفي النون والألف مع شد وقصر الباء في الكلمة التي تليها. وهي صغيرة كان زمايلها بيجروا وراها في الفصل وفي الحوش حتى في الشارع. بنت سعد نبيها أهي، بنت سعد نبيها أهي. كأنها اختارت اسم باباها ولا حتى اختارت باباها. يعني الخلاصة سعد نبيها مهم ودي مثلا مش مهم. أنا مش مهم مين سعد نبيها، المهم سعدنا بيها. المهم سعدنا بيها، المهم سعدنا بيها. مش قادر.